بسم الله الرحمن الرحيم. ندعوكم أحبائي أعزائي للمشاركة في قناتنا وتتبع المزيد من الأخبار الرياضية. إليكم أخبار دوري أبطال إفريقيا الذي انتهى بفضيحة كبرى، حيث أعلن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إطلاق سراح الملغاشي أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي الكاف في فرنسا بعد خضوعه لتحقيقات في اتهامات فساد. وكتب شوبير عبر حسابه في تويتر اليوم الخميس: إطلاق سراح أحمد الآن بعد التحقيق معه في فرنسا. وكان شوبير قد أكد في تغريدة سابقة أن رئيس الكاف لا يوجد له أي دليل على إدانته في وقائع فساد التي استدعي من أجلها للتحقيق، ولم يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أي رد فعل حول اتهامات الفساد أو نتائج التحقيقات مع رئيس الكاف. وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بيانا رسميا للرد على أنباء احتجاز رئيس الكاف في مقر إقامته بفرنسا. كما أكدت الفيفا أنه لا يعلم التفاصيل الخاصة بتلك التحقيقات، وأنه ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بأي تعليق على الواقعة، موضحا عبر البيان أنه طلب من السلطات الفرنسية أي معلومات قد تكون دالة أو ذات صلة بالتحقيقات التي تجري داخل لجنة الأخلاقيات التابعة له. كما واصل الفيفا ملتزم بما قاله الرئيس جياني إنفانتينو في اجتماع العمومية الخاص بالاتحاد الدولي، وأنه لن يصمت أمام أي فساد أو تصرفات غير قانونية. كما ذكرت تقارير الشهر الماضي أن لجنة القيام بالفيفا تلقت مراسلات من عمرو فهمي الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي عن مزاعم فساد وتحرش جنسي ضد أحمد، وهو وزير سابق في مدغشقر، وبعدها أقيل فهمي من منصبه. وقيل ضمن المزاعم إن أحمد أجبر الاتحاد الإفريقي على شراء ملابس رياضية عبر شركة فرنسية بدلا من الحصول عليها مباشرة من المصانع وبأسعار ضخمة. كما أن رئيس نادي الوداد البيضاوي السيد سعيد الناصري قرر رفع شكوى ضد النيجيري بوس أمجو نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، وكذلك رئيس الترجي حمدي المدب، ورياض بن نور رئيس فرع كرة القدم بالنادي، ووديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي، موجهة للجنتي الأخلاقيات بالفيفا والكاف. وقال مصدر مقرب من النصيري لقناة كورة إن الأخير مصر على مواجهة هذه الأطراف أمام أنظار لجنتي الأخلاقيات بالفيفا والكاف بالعديد من الاتهامات، منها مساومته خلال نهائي دوري الأبطال بملعب رادس لإرغام لاعب الوداد على استئناف اللعب وتقديم ضمانات لمساعدة فريقه في النسخة المقبلة. ويرغب الناصيري في مواجهة النيجيري أمجو الذي لم يكن من مؤيدي قرار لجنة الطوارئ التابعة للكاف بإعادة النهائي خلال الاجتماع الأخير في باريس، وامتنع عن التصويت وانسحب من الجلسة. وكان النصيري قد كشف في برنامج تلفزيوني مؤخرا عن امتلاكه أدلة تدين مسؤولي الترجي وعدد ممن تواجدوا بالملعب للضغط عليه لإكمال المواجهة رغم الظروف الأمنية الصعبة وتعطل الفار. قال أحمد في حوار لموقع كورة: أشعر بمؤامرة ضدي، وهناك العديد من الناس من يريد رأسي، وأنه ليس مقتنعا بتعطيل تقنية الفار الدائم في تونس حسب قراره. فهدف الوداد بدا لي صحيحا وجاس ما لم يخطئ باللقاء. تهديدات رئيس الترجي مطروحة أمام المكتب التنفيذي وله صلاحيات كاملة.
كما فتح الملجأ شيخ أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم صندوق أسراره حول أزمة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم الجمعة الماضي بين الترجي التونسي والوداد المغربي على استاد راليس الأولمبي، وتوج فريق باب سويقا باللقب القاري بقرار اعتباري من الكاف بعد أزمة مشعلة توقفت على إثرها المباراة لتنفجر موجة غضب مغربية أجبرت الملجاشي على اجتماع طارئ يوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية بباريس على هامش اجتماع كونغرس الفيفا. والتقى موقع كورة في حوار خاص مع أحمد قبل انعقاد اجتماع لجنة الطوارئ كشف خلال أسرار مثيرة وتحدث عن وقائع نهائي راديس وموقفه مما حدث ورده على العديد من الادعاءات التي كان مصدرها رئيس الترجي والوداد. وجاء الحوار على النحو التالي: كيف ترى الوضع الراهن للكرة الإفريقية بعد نهائي راديس؟ حيث أجاب: أنا حزين لما حدث في هذا النهائي، لم أتوقع أن تخرج الأمور عن السيطرة لنرى تلك المشاهد التي لا تليق بتطور كرة القدم الإفريقية ولا تليق بالعلاقة المتميزة بين الناديين، واحتجت إلى فترة كي أستيقظ من هول ما حدث. سؤال آخر: راجت الكثير من التقارير عن تهديدات طالتك من رئيس الترجي، فأجاب: لا أود الخوض في هذه التفاصيل الآن لأنها شأن داخلي سيعرض داخل الكاف ليتداول فيه أفراد المكتب التنفيذي. ما أثار غضبي هو لماذا يتكرر هذا المشهد دوما بتونس، وأقصد عطل تقنية الفار. المسألة لم ترق لي إطلاقا، لكن رئيس الوداد زعم أنه تمت مساومته على العودة للاعب مقابل تسهيل تتويجه بالنسخة المقبلة. من يملك دليل إدانة لطرف ما ويكون دليلا ماديا ملموسا فليتقدم به، وأنا سأتخذ الإجراءات اللازمة والفورية لنستأصل ما المؤشرات التي تدل بالفساد، وأي حديث في هذا الموضوع الآن سيكون له انعكاس على واقع القضية. فلجنة الطوارئ لها صلاحيات واسعة للاستماع لكل الأطراف والفصل بقرارها النهائي. سؤال آخر: وهل ترى أن ما حدث بمباراة النهائي يعيد كرة القدم الإفريقية للخلف؟ شخص فأجاب: شخصيا لم أكن راضيا عما حدث، شعرت للحظة ما أنني ضحية مؤامرة، وأن هناك من يسعى لتوريطي ويريد رأسي. تدخلنا وبقوة وبشكل سريع لمعاقبة الحكم المصري جهاد جريشة بعد أخطاء الذهاب كما لم نفعل من قبل في نهائي الأهلي والترجي خلال النسخة السابقة. تأخرنا في معاقبة الحكم المخطئ، هذه المرة أسرعنا في الحكم كي نضمن متابعة مباراة إياب مثالية، لكن للأسف ما حدث كان أفضل. ما هو سبب؟ سؤال آخر: ما هو سبب شعورك بوجود مؤامرة ضدك؟ لا أملك جوابا لذلك، قلت كونها إشارات على مؤامرة ضدي، فلا يعقل أن ننتدب أفضل الحكام في نهائي مسابقتي الكونفدرالية ودوري أبطال ونعيش فصولا متكررة من الاحتجاجات والأخطاء في كل هذه المباريات. غير معقول أنه بعد خطأ جريشة ومعاقبته في أقل من أسبوع تكرر المشهد مع حكم جيد وهو جاسامة، ولا أدري إذا كانت أشياء غريبة حدثت أو تحدث. سؤال آخر: إذن هل ترى أن تعيين جاسامة كان قرارا خاطئا؟ فأجاب: على العكس تماما، حتى دقيقة توقيف المباراة كان جيدا، رأيت أن هدف الوداد مشروعا وقلت هذا في وقت لاحق، لكني لا أحمل المسؤولية لجاسامة بل لمساعده وهو السنغالي جبريل كامارا. بالنسبة لجاسامة لم يرتكب هفوات كبيرة، وإن كان الطرف التونسي قد تقدم لي بدوره بصور يطالب من خلالها بركلة جزاء بعد لمس أحد مدافعي الوداد للكرة بيده داخل الصندوق. سؤال آخر: وما هي الرواية الحقيقية التي وصلتك عن أحداث الأزمة؟
ما فأجاب: ما بلغني هو أن حكم المباراة أخبر قائدي الناديين بعطل في التقنية قبل المباراة، وبعدها سمعت أن قائد المدرب لم يفهم مضمون ما قاله جسامة. وهنا أدعو الأندية لاختيار قادة من نوعية خاصة لمثل هذه المواعيد المهمة. بدوره مندوب المباراة النيجيري أحيط علما بما كان، والوداد كان له موقفه الرافض لإكمال المواجهة ما لم يتم إصلاح الفار والعودة للقطة الهدف، وهو ما كان مستحيلا. سؤال أخي، في رأيك ألا ترى أن هذا الملف سيغير أشياء كثيرة داخل الكاف؟ فأجاب: أنا أدعو الطرف المغربي ومعه وسائل الإعلام الإفريقي للتعاون كي يساعدنا لتطهير الكرة والمسابقات بالقارة السمراء. لقد تابعنا ما قامت به وسائل الإعلام الغانية وحملة التطهير التي قادتها ونتائجها. اشتغلوا بدوركم على هذا وقدموا لي أدلة قوية تدين كل الأطراف، وأنا على استعداد لتجريد كل من لا يستحق تتويجا من ألقابه وميدالياته كما حدث مع أبطال القوى بالولايات المتحدة الذين تورطوا في تهم تناول المنشطات.